عظما عظما يا تلميذ انت وهو، اللي ما هيقف في الطابور لاكون عطل. اقف ياد هنا، قول يا ثانوي هنا وتاني يا ثانوي ايوه ورا كده شويه، اقفوا واعداديه جولنا بكره. ايه يعني الملازم هتطير ولا ايه؟ وبعدين انتوا لازما يعني تيجوا تاخدوا الملازم قبل الامتحانات، ما تيجوا براحتكم بعد الامتحانات وتاخدوها. ولا رمزي ايوه عايز ايه؟ روح هات لي كوبايه الشاي اللي قلت لك عليها. بقى يعني عايزني اسيب اكل عيشي واروح اجيب لك شاي؟ اكل عيشك يا ما انا هدفع لك يا عم. تدفع لي ايه يا عم؟ ده انا اكتشفت ان انا اللي كنت بدفع لك. ست لا هانم دي بتدفع لي قد اللي انت كنت بتخصمه مني 4 مرات. يا سلام، وفخور قوي، مش مكسوف من نفسك كده يالا وانت شغال مع عيله صغيره؟ ما بتكسفش يا عادل. يا عادل اسمع كلامي بقى وسيبك من التكبر اللي في دماغك ده، وسيبك من الكلام الفارغ والشغل الفارغ اللي هو التماثيل والبزار. يا عم انا هعلمك الصنعه. صنعت ايه يا ابو صنعت؟ صنعت ايه؟ ده انت ماسك العصايه وماشي ورا الناس كانك ماشي بتلم معيز، عامل زي اخول الجنينه. يا رمزي يا رمزي، مش قلت لك تعالى تظبط الصف اللي ورا ده؟ حاضر يا ست الكل. ست الكل؟ اه يا كلب السرايا. روح ظبط ظبط ظبط. ماشي ماشي. السلام عليكم، ازيك يا ماما؟ عليكم السلام، الحمد لله على السلامة يا عدول. الله يسلمك، طلبات البيت كلها اهي. دي كلها طلبات البيت محطوطة في الكيس ده اهو؟ اه طبعا. ياما في الجراب يا حاوي. انا جايب لكم كل اللي انتوا عايزينه. جايب لكم يا ستي 1/4 كيلو طماطم، وجايب لكم 1/4 كيلو خيار عشان السلطه، وجايب لكم 1/4 فرخه دي بقى يا ماما تعمل لنا عليها شوربه نشربها كلنا، وجايب لكم 1/4 كيلو تفاح، هي بس وزن التفاحيه واحده بس مش اشكال، ممكن نقسمها يعني علينا كلنا. وانا حاسس يا ماما بجد يعني الراجل نصب عليا في الميزان، بس مش اشكال، عادي عادي عادي. ويا ترى بقى واخد بالك من نجله في شغلها ولا لا؟ يعني مريحها كده ومدلعها؟ طبعا، لعلمك يعني انا بفيد نجله طول الوقت يعني بخبرتي وممارستي، فطول الوقت بقعد ارشدها واقول لها على حاجات، كفايه ان انا معين لها رمزي يفيدها بغباوته طبعا. ربنا يحرسك يا حبيبي، راجل بيت جوه وبره. يا ماما لازم طبعا الواحد ياخد باله من ايه بيته. هاي يا جماعه ازيكم، وحشتوني موت. تعالى يا رمزي حط الحاجات دي هنا. حاضر يا ست الكل. السلام عليكم، ازيك يا عادل؟ انا حسيت ان البيت فاضي فقلت لازم املاه. طبعا. ايه ده كله؟ جبت لنا ايه يا حبيبتي؟ جبت لكم حاجات كتير قوي، جبت لكم 6 كيلو تفاح امريكاني، و6 كيلو خوخ، و6 كيلو خيار، و6 كيلو طماطم، و6 كيلو. ايه الستات؟ ايه الستات دي كلها؟ كفايه يا ستات، انا اشيل الكيس بتاعي من وسط الستات اللي حليته دي عشان ما ينفعش يعني، في حاجات بتسرق كمان. جبت لكم بقى ايه؟ 3 كيلو جمبري علشان نتعشى بيه. واو، تعيشي وتجيبي لنا يا ست الكل. ماشي يا كلب السرايا ماشي. ماما ما تنسيش تبقي تحط الحاجات اللي انا جايبها دي في الثلاجه عشان ما تبص. بالنسبه للفراخ اللي انا جايبها يا ريت تعملي لنا بقى عليها شوربه يعني عشان اشرب شوربه قبل ما انام. نو جامي، انا هتعشى جامبو. جامبو؟ ايه نويتي تطيري خلاص يا حماتي؟ وانت يا جزمه مش تروح انت دلوقتي عشان تنام بدري عشان تصحى بدري عشان الشغل، ولا انت بس شاطر تشتغلي شيال للست؟ ايوه ست، بس هي ست بقى فلوسها ب100 راجل. وبص يا دوله، هي قالت لي بكره رمزي احنا هنبتدي متاخر عشان العيال بتوع الملازم دولت هيصحوا متاخر. ملازم متاخر ايه؟ طب وشغل انا؟ شغل انا ابو بلاش ده؟ لا ما خلاص بقى، بص اعتبرني يا دوله قدمت مستقلتي. ولا اطلع بره بيتي يا كلب، اطلع بره بيتي. بعد اذنك يا ست الكل. استاذن منها. بابا اهلا ياسمين يا حبيبتي، انت الباقيه لي يا ياسمين. عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه المصروف بتاعي قبل ما انام. بابا وفلوس بابا تحت امرك يا ياسمين يا حبيبتي، خدي ادي 1/4 جنيه، روحي بقى اشتري كل اللي انت عايزاه. 1/4 جنيه؟ ده قبل نجلاء بتديني 5 جنيه، خد خليها علشانك. ولا نجلاء ولا نجلاء، عايزه المصروف بتاعي. عادل انت هتنام؟ مش هتتعشى معانا؟ لا يا ماما استنى، ماليش نفسي يعني النهارده، فهخش انام كده هو يعني.
ده انا هعمل لك الجمبري بايديا، ده انت ما دقتوش من ايام ما كنت في اسكندريه في الابتدائيه.